صباح الخير يا صباح النور. زي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا كويسه. زي حضرتك؟ اهلا وسهلا. صلاح بيه، انت الاخ رقم كام في الترتيب الاخوه بين الاخوه ابو العينين؟ الرابع. انت عندك كام صنايعي انت بتبشر؟ حوالي من 12 ل 15 عامل. عندكم من زمان العمال دول يا صلاح؟ من زمان، وكان في عمال قبليهم بقى، وطبعا اتغيروا طبعا. بس الصناعيه انا شايفاهم من حواليا شكلهم هنا من زمان. من مده انا عندي صناعي بقى له 40 سنه مثلا، 50 سنه، وفي صناعي بقى له 30 سنه. اصغر واحد عندي بقى له حوالي 15 سنه. وهل بيختلف يعني مثلا اللي طول عمره مثلا بيعمل وش هيقعد طول عمره يعمل وش، ولا متخصص في حاجه؟ متخصص. كل صناعي مكتفي بشغلته طول عمره. يفضل اللي بيفصل، واللي بيتشد الجزمه صنايعي لوحده، واللي بيلزق النعل والكعب يلزق صنايعي لوحده. كل حاجه متخصصه. مفيش اسكافي كده يعرف يعمل جزمه من الف للياء. من مده، من ايام والدي كان بيعمل الجزمه. صح. زي ما بيقولوا قايم نايم من اولها لاخرها. قايم شد نايم. الشد الجزمه، لكن الوش كده ليها صنايعي تاني، والتفصيل ليه وش تاني. لكن الجزماجي كان ممكن ياخد الجزمه يشدها على القالب ويخلصها لغايه ما تخش العلبه. طب انت عشان انت صاحب عمل، هل في اختلاف في اسلوب الاداره بتاعتك ان انت صاحب الشغل من انك حد في مدير عادي لا او صنايعي في السوق؟ لا، هنا كلنا اسره واحده، هنا كلنا. يعني في صناعيه هنا اكبر منك سنا؟ في الاستاذ سمير سفين. ده من ايام والدي، وكان والده برضه شغال مع والدي. والده كان شغال هو كان شغال وكمل معانا. وفي الاستاذ جمعه برضه كان مع والدي. طيب احنا مش هنعرف نتعرف على كل المراحل عشان هي كتير جدا، بس ينفع تفرجني اول مرحله مثلا بتتعمل ازاي؟ اللي هو التفصيل ده، تفصيل الوش. طيب يتقطع كده، وريني ازاي؟ يعني دي صعبه قوي دي. ما هي دي اتعملت، دي اتجمعت بقى. دي اتجمعت، كانت وش الاول قبل كده، قبل ما تشد كده وتتغير. بس دي جزمه وينج تيبس، يعني دي موديل تاني. ده موديل تاني. ودي جزمه باني، مش باني لوفر. ده الكولج ده. كولج. لكن بيتفصل هنا الاول، ونروح مرحله متقطع كده، ونروح مرحله اللي هو يتخيط في الوش. ودي تبقى المارك اللي انت. لا، دي الاسطمبه. اسطمبه؟ ايوه انا قصدي جنب دي الاسطمبه دي كده، دي اسطمبه هنا اهو، ده جنب دي، ودي كده اهو. فاللي بيطلع باترون الجزمه الاول بيرسمها على ورقه، وبعدين يعمل لها اسطمبه. لازم على القالب. من غير القالب ما ينفعش، ولا ينفع بحاجه. يرسم على القالب. لازم ترسم على القالب ويطلع، وبعدين يكملوا بقى. وبعدين في صناعي تاني بقى يحول الباترون ده لاسطمبه. بالظبط بالظبط. وبعدين انت تمسك بقى الاسطمبه دي تقص بيها على الجلد. تقص بيها دي كده. حد هيقص؟ بس. ماشي. الله، دي كده دي الاسطمبه تاني. ده موديل تاني. بس دي انا حاسه القالب ده صعب قوي. انا ما كنتش متخيله ان في مصنع مصري بيعمل الكولج ده. الحمد لله. والمرحله التانيه ايه؟ المرحلة التانية بعد القص ما يتقطع الوش، بيروح للشغل اللي هو المكانجي اللي بيخيط، اللي يطلع الوش كده، اللي يقفله كأنه بالظبط جزمة بس من غير من غير نعل. بعد كده بتروح على القص سمير اللي هو اللي بيشد الجزمة كده. كده فهمت. يعني أول حاجة بنرسم الجزمة، تاني حاجة بنعمل عليها التفصيل، بعدين بقص الجلد. بالظبط. بعدين المكانجي بيفصلها كأنها جزمة. بعدين في بقى قسطة الجزمجي بقى، لازم لازم يشدها.